في مصر هنا بنقول دائما ستيف بروز هو مدرب المصريين، اللاعبين المصريين في انجلترا. اشتغلت مع كثير من اللاعبين المصريين، احمد المحمدي، عمرو زكي، احمد فتحي، جده. مين اكتر اللاعبين تتذكرهم؟ وهكلمك عن واحد واحد تحديدا يعني. انا اتذكرهم جميعا، اتذكر وخصوصا المحمدي. المحمدي كان و في هول سيتي، في ساندرلاند، في أستون فيلا. بالطبع أنا ممتن جدا لقيادتي للاعب مثل أحمد المحمدي. هو ليس فقط لأن منذ حوالي 30 عاما أنا لعبت وقابلت العديد من المصريين، ولكن لأول مرة أتعامل مع هذا مع لاعب بهذه الاحترافية، وخصوصا ايضا عمرو زكي كان مهاجما رائعا، وميدو كذلك. بالطبع لاعبين محترفين على اعلى مستوى، وخصوصا احمد فتحي شخصيه رائعه. من الصعب ان انسى هؤلاء اللاعبين. بالطبع هؤلاء كانوا مصدر سعادة وفخر خلال مسيرتي. أنا أحترمهم كثيرا، وكن كل الاحترام للمجهود الذي بذلوه أثناء فترة قيادتي لهم.